يعني علي اللي نزل الفيديو؟ هو اللي علي ابني هو اللي منزل. نزله ليه؟ سألتيه نزلته ليه يا علي؟ احنا كنا متفقين مع ابوها ان نقعد قعده، هو الكلام ده اصلا حصل يوم ايه يا ست حنان؟ يوم الجمعة الجمعة اللي فاتت. الساعة يعني 10:30 كده. عظيم. الفيديو نزل النهاردة تقريبا؟ لا نزل امبارح، امبارح. عظيم. علي نزل، نزله قبل مين. طب انت عاتبتيه قلت له نزلته ليه يا علي؟ قال عشان اجيب لك حاج. يعني هو قلت حس له ان حاجة، انا مش عايزة حاجة، انا مسامحة. قلت له انا مسامحة عشان خاطر، خاطرك يا علي. انت قلت له انا مسامحة؟ انت قلت له انا مسامحة؟ عشان خاطر، قلت له عشان واحمد خاطر اخوه رأيه ايه؟ محمد، محمد محمد في السعودية مش هنا. كلمك؟ محمد قاعد رخر من الشغل ونفسيته زي الزفت وزعلان طبعا. زعلان وقال لك اخويا يعني يطلق الست دي؟ وانا والله انا مش عارفه، انا عماله اقول يا علي ما تطلقهاش عشان خاطر بنتك، وهو بيقول نفسيتي خلاص جوت اخرها. طيب والدتها بقى كان دورها ايه بعد المشكله؟ بتطبطب عليا زي ما انت شفت كده، ومعلش يا منتنا وتدي بنتها خطوتين كده يعني مش عارف. هو ده اول مره يحصل؟ كان هو تزعيق عادي زي اي تزعيق يعني في بيتي يعني عادي. انت ما عجبكيش تزعيق؟ موقف حماة ابنك معاكي؟ لا لا مش حصلت، انا اضربها ولا تضربني، مش دي مش اول مره. لا انا بسأل حضرتك عن حاجه، انت ما عجبكيش موقف والدتها معاكي؟ لا كانت بتحوش على فكره والدتي. طيب ايه؟ طيب والدتها عاتبتها بقى، عنفتها، بهدلتها؟ لا لا حتى انا قلت اطلعوا بره بقى، خدي بنتك وسيري عشان لما ما يبقى جزء يجي تبقى تيجي، عشان بقى قاعده من شكل والواش تبقى تيجي. ايه. انت قلت لها تخدي بنتك وامشوا. علشان ما يعني هي ضربتني يا استاذه هي، ما تسيبها بقى يعني في البيت تعمل ايه بقى. طيب انت قلت لها خدي بنتك وامشوا ومشيت وخدت نفسها ومشيت لا طلعت على فوق على قالت شقتها. تشجد، قالت شجد بنتي، وابوها قال نفس الكلام، مش هس مش هتسيب شجد. وابوها قال مش هتمشي من بيتها. دي شجد. دي شقتها. واحد بقى ايه جارنا قال له لو مش مشيت الحكايه بتزيد ويبقى فيها دم ومش عارف ايه والكلام ده. وبعدين مشي بقى، ما طلعوه، مش كان مش كارد يطلع ولا يمشي. عظيم، خد بنته ومشي، ما دخلش مثلا قال لك يا ستي ما تزعليش انا محقوق لك، انا هطلع هبهدل بنتي، انا اللي حصل ده ما يرضنيش. هو كل اللي جاله ايه منتنا في ايه، فهمني في ايه ايه. كل اللي جاله دي كل اللي قاله فهمني في ايه. قلت له ما عرفش، اسأل بنتك شوف ايه.